أجل اعتماد منهج تشاركي في إعداد قانون المالية الجديد. ما الذي تقصده هنا بوكديري؟ نعم، يبدو أن عام 2023 سيكون عام اقتصادي صعب بالنسبة للتونسيين بالنظر إلى قانون الموازنة العام الذي يطرح رؤية جبائية جديدة تقوم على الترفيع في نسبة الجباية للدولة، يعني وكذلك رفع الدعم بنسبة 25% على عدد من المواد الاستهلاكية ونحو أكثر من 30% على المحروقات. هذه الأرقام اليوم يقول عنها الخبراء الاقتصاديين إنها ستثقل كاهل المواطن التونسي وكذلك المؤسسات المالية بالديون وكذلك بتكاليف الجباية والضرائب. الحكومة صحيح تتحدث على بعض الإصلاحات فيما يتعلق مثلا بزيادة منح العائلات الفقيرة بمبلغ زهيد جدا، يعني 5 دولارات فقط 20 دينار تونسي في المنح يعني المسندة للعائلات المعوزة، لكن هذا غير كافي في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الموجودة اليوم في تونس. أعطيكم بعض الأرقام. اليوم الموازنة العامة تبلغ 18 مليار دولار، لن تخصص منها تونس تقريبا شيئا لدفع عمليات الاستثمار أو توفير مواطن العمل. في المقابل هناك إثقال لكاهل التونسيين بالضرائب على الخدمات في عديد القطاعات، أيضا كما قلت رفع الدعم على عديد المواد الغذائية من بينها الخبز. تقول الحكومة إن الحرب أو ربما الصراع الروسي الأوكراني أثر كثيرا على الأزمة في الداخل، على اعتبار أن 80% من واردات تونس من القمح تأتي من روسيا ومن أوكرانيا. هذا سيذهب بتونس إلى رفع الدعم على مادة الدقيق، ويعني كما تشمل يعني رفع الدعم عديد المواد الاستهلاكية وبالتالي تحرير الأسعار في بعض هذه المواد الموجودة في السوق. الحكومة تقول إنها مضطرة وليست مخيرة، على اعتبار أن جميع هذه الإصلاحات وقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عليها من أجل الحصول على قرض في بداية العام بأربعة مليار دولار من أجل أولا سداد جزء من قروض تونس الخارجية ودفع عملية التنمية في الداخل والتقليص قدر الإمكان من عجز الميزان التجاري. لكن هذه الحالة الاقتصادية اليوم ستعود بشكل عكسي على الشارع التونسي. اليوم هناك فقدان للحليب، فقدان للزيت المدعم، وارتفاع منتظر لسوم الرغيف من الخبز. كل هذه التداعيات اليوم سيكون لها يعني انعكاسات مباشرة على حال المواطن التونسي. هذه الموازنة وقع نشرها في الجريدة الرسمية دون أن تعرض على البرلمان مثلما يعني يحدث في السنوات الماضية في ظل غياب يعني برلمان اليوم في المشهد التشريعي العام. هناك انتقادات لاذعة في الحقيقة توجه لهذه الموازنة، والتي يقول عنها كثيرون أنها ستكون كارثية خاصة على المستوى المعيشي للتونسيين، خاصة أنها تكرس نظام جبائي وضريبي كبير وكبير جدا. نعم، نجلاء بقريس مراسلة الغد كنت معنا من تونس، شكرا على كل هذه المعلومات.